30 عام. انا عندي مجموعه ديال تاكناوي تسميه تاكناوا غوج معروف في فاس. انا تزاديت في مكه كبرت واحد المده ودخلت لفاس كبرت. انا عندي عائلتي من فاس. من بعد مشيت كملت قرايتي في فرنسا ضربت 9 سنين في فرنسا. من بعد منين رجعت هي ديك فاش دخلت لهاد الهوايه التاكناويت وبقيت مع التاكناويت. لا ناس رجعت استقرت هنايا وجات هي هذيك جات مع التكناويت بقينا شادين فيها وان شاء الله مازال كاين الجديد ان شاء الله مازال تنرسيو باش خرجوا على برا ان شاء الله بحول الله. با جو باس لو بونجور ا تو لي ماروكان كي سون ان فرانس ا ليترانجي بارتو دون لو موند اي جو باس ان غران بونجور اي ان غران رميرسي ا شوفتي التكناوا. المهم حنا بدينا في واحد لاج شويه صغيره واحد لاج ديال 12 عام تعرفنا التكناويت عرفنا مع عند معلمين ديالنا د البلاد حتى هما. كتعرف بان دابا لي جون لايحين لهاد الطومين بزاف دابا ولا كلشي موهوب بقناوة. الطقوس قناوة كاين كلها وكل مدينة وخدمتهم كل مدينة والطقوس ديالها وكل حاجة عندهم. فاس عاوتاني عندو واحد الطقوس ديالها قديمة عندها خدمة فاسية شوية كيما نقولو غاغ يعني مكيناش بزاف فهاد الجيل اللي طالع دابا. قناوة مستل يعني شنقولك راك عارف حنا لي جون دابا ماشي هما ناس زمان. ناس زمان كان عندهم عاوتاني واحد السيل ديالهم تا هما كانوا عايشين في داكشي ديالهم. حنا عاوتاني كذلك تا حنا عاوتاني عندنا واحد السيل ديالنا بيمكليش عاوتاني انا بأني نتعمق في التكناويت من انا تنعيش حياتي كيما عليك بحال اي واحد يعني هادي هي الحياة. شنقولك انا التكناويت جاتني بوحدها. كاينين ناس بحال دابا التكناويت عندها واحد الطرقة ديال خص ضروري يكون عندك معلم ديالك دايز يعني دايز على معلم دايز على هذا باش تكون باش كما نقولك يكون عندك النيفو طالع في التمعلميات. حنا داكشي من عند الله شنقولك جا داكشي بوحدو تعلمنا بوحدنا تعلمنا في الزناقي فهمتي. الزناقي كان مع الدراري مع الخوت مع هذا داكشي جا بوحدو. كما قلتي راك الشين قلتي مستل ما مستل يعني داكشي جا من عند الله حنا قابلين عليه وغاديين معاه.